من المخالفة وخطأ، لما لا تكون هذه هي كرة الهدف الرابع في مرمى الحارس بايدو. المخالفة لصالح شمال الحمري أيمن، دائما التسديدة ممتازة من الحمري أيمن، ولكن التصدي من الحارس، التصدي من الحارس بايدو. ممتازة المحاولات هذه مرة على مرة من أيمن ومرة من حميدي. نقترب من الدقيقة 29، هدف مقابل صفر لشبيبة الصورة عن طريق سعد في الدقيقة 21. تبقى مستمرة دائما لصالح شبيبة الصورة، التسديدة والحامية، الهدف الخامس يضيع هنا، تصدي بايدو ويخرج سعد شبيبة الصورة، فرصة صعبة خطيرة ولكن تتدخل الحارس، تدخل الحارس بايدو. ممتازة المحاولة من سعد، ممتازة عرضية من سعد ولكن تدخل الحارس بايدو. لإرسال تسديدات مثل هذه، تسديدة، التسديدة كانت في الكادر ولكن التصدي كان ممتاز ورائع من الحارس بايدو الذي يخرج هذه الكرة ويحولها إلى الركنية. ممتازة المحاولة، شوف كاين متسع، متسع كبير لإرسال تسديدات مثل هذه. الدفاع متراجع كثير، دفاع 50 يجب استغلال الفرص جيدا في هذه المباراة، كل فرصة يجب استغلالها، يجب استغلال أنصاف الفرص يجب أن تكون الفعالية الهجومية حاضرة في هذه المباراة. هذا مويات الحارس الثاني لشبيبة الصورة والحارس الأول اليوم من ملعب بشار بهزيمة ثقيلة، من هزيمة ثقيلة 4-4. فرصة هدف رابع ممكن، الرابع للحسن بدوره يرجعها لحارس، بايدو نحو حامية ولكن الدفاع، الدفاع يتدخل على الجهة اليسرى، محاولة التوزيع من حامية ولكن تروح سهلة للحارس بايدو، تروح الحمري ممتازة ولكن بين أحضان الحارس بايدو. التحكم في الأعصاب يا شبيبة الصورة في لقاء الذهب، الظروف لم تلعب مع شبيبة الصورة في لقاء الذهب، التسديدة والحارس بايدو يتدخل، كرة بين أحضان الحارس بايدو، بايدو الذي تلقى هدف، العددية هي التي تصنع الفارق. الحمري في تنفيذ هذه المخالفة في القائمة الثانية الرأسية من بلطرش، ولكن الحارس يتمكن من هذه الكرة، الحارس بايدو يتمكن من هذه الكرة. يلعب بربعة 3-3 فريق شبيبة الصورة، هذه الطريقة، طريقة اللعب تعطي أفضلية في الانتشار على مستوى كل مناطق الميدان. ربعة 3 يلعب بواحد في الارتكاز فقط من بوشيبا، من عمران ولصالح شبيبة الصورة. نعم أيمن، الفريق الغاني للوصول إلى مرمى الكرة، الحارس بايدو يتمكن من هذه الكرة. يلعب بربعة 3-3 فريق شبيبة الصورة، هذه الطريقة، طريقة اللعب تعطي أفضلية في الانتشار على مستوى كل مناطق الميدان. ربعة 3 يلعب بواحد في الارتكاز فقط من بوشيبا، من عمران ولصالح شبيبة الصورة. نعم أيمن، الفريق الغاني للوصول إلى مرمى الغاني، الحسن يخرجها، تدخل من الحسن يخرجها، من الحارس بايدو، كل الكرات تأتي لصالح بسهولة إلى الاتحاد الإفريقي في النسخة، في هذه النسخة، نسخة 2021-2022، عديد الأندية العريقة. 38 دقيقة ثنائية دون رد لنسور الجنوب الذين يحدث في هذه المباراة، مدحي كرة في العمق يضرب من هناك دائما، ولكن الحارس، الحارس يلتقط هذه الكرة، بايدو تمكنت، ضايع كثير في هذه المرحلة الأولى. المهم أن شبيبة الصورة عادت في النتيجة متفوقة بهدفين مقابل صفر، بقي لها هدف واحد على التأهل، إن شاء الله نسجلوه في الشوط الثاني.